بيان سور انت احلى مع اوريفلام. اوريفلام اليوم السؤال نتاعها كان كيفاش نتخلصوا من لي بوان نوار، الرؤوس السوداء. السؤال لقيتوه على الباج فيسبوك راديو اي اف ام، والريبونس لقيتوه على السيت نتاع اوريفلام اللي هو oriflam.tn. الاجابه هي بيان سور كيفاش نتخلصوا من الرؤوس السوداء لي بوان نوار بالنسبه للناس الكل هما خاطر كابوس. اولا الساعه لي بوان نوار يجيو من الاكسيم تاع سيبوم، خاطر يسكر مسام البشره نتاعنا في الوجه. الشيء هذا يخلي الوجه مش مشرق كما يلزم ومزيد. أفضل حاجة دونك باش نتخلصوا منهم هالي بوانواغ بصفة دايمة هي الطقوس اليومية للعناية بالبشرة، واللي متمثلة بالطبيعة أولا الساعة. النصيحة اللي تعطيه لكم أوريفلام أنكم ما لازمش تمسوا لي بوانواغ بالكل بالكل بالكل، خاطر ثم ريسك كبير باش تخلي سيكاتريس. ثانيا نعملو غوماج بالنيتوايون غومون بور لو فيزاج دو زونا بيور سكين، نعملوه مره ولا زوز في الاسبوع حسب نوعيه البشره. بعد الغوماج متاعنا تعمل ماسك هو اللي ينحي لي بوان نوار، ماسك اليمينون لي بوان نوار بيور سكين. كيف كيف باش نغذيو البشره متاعنا بعد هذايا الكل، نعملو كريمات تتماشى مع نوعيه البشره متاعنا، كريم ايدراتونت اي ماتيفيونت لوف ناتور، وهكا نتحصلوا على بو تهبل بلاش بوان نوار. صحة صحة.